أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله حسبنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسن بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فخوفا عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فخوفا عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فخوفا يا حبيب يا رجيب
بسم الله الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا الإمام مهاجر وحبيبنا سيدنا الأستاذ أبن بكر المقدم محمد كريم بلوس إمام الفلوس ويلكم في مدمن أن الله يغفره ويرحمهم يريد أن يجلس في الجنة ويرفعونا بالصالحين من وارهم ويحيهم ولقد ونفعنا في الدنيا والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. صلي عليه وسلم صلي على محمد أهل البيت.
وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت فيما جرت به بأقدار القسمة فأرسل إليه أجرب خلقه وجل عبيده رحمة فعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والسيوف صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في أكل المحمود فتعطرت بوجودي أكناف الوجود وطردت برد العوالم بفراق التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنهزر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان يتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر اسراره بالاجوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أمل أنا ما نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد درك بالحسن على مقام وتلاها في مجده وتعالى لاهت له العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يديه الضلالا وهو من فوق علم ما قدر عنه رفعه في شؤونه وكمالا وسبحان الذي اخرج من هدره الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهان في تعقل معانيه الجنان انتزر منه في علم البطون والدهور ما منع الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن باجع عنه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سعاده يرب بها اللسان اما تضمنه الجنان من التشريك بها والاذعان تسقط بها في صدوري من الايمان قواعد وتلوه على اليقين من شر ذلك اذعان والتصديق السوائد واشهد ان سيدنا محمدا والمبلغ عن الله معمره بتبليغه لخلقه بنفاته ونفله عبد ارسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رساله
وعد الأمن وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمارا منيرا. فما أذبها من مدنة تكرم الله بها على البشر وما أوسأها من نعمة انتشر أبشرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجر الصلوات وأدمائها وأزكى تهيئة وأوسائها على هذا العمل الذي وفى بحق عبوديا وبرز بها فيه العهد الكمال وقام بحق ربوبية في مواد إكمال الله وأقبل عليه بيات الإكبار صلاة يتسل بها له مصلي عليه به ويمسد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويعتقد بها بعنايات الله بإذنه وعلى علي وصحبه الذين انطقوا صهوات المجد في قربه وتقيه ذلال شرف أسره بموده وحبه ما أطهر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم Allah.
وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد عانت جميع أن يقدم هرجته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشفاء إليه الذي هي أحسن الشمائل وهنا سنع نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثر ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث مشهورة أن أول شيء هلكه الله هو النور المودع في هذه السورة ونور هذا الحبيب أول مهلوك مرج في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تفاد وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحدة خفية اهتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أسلابه بدون من صرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه آلما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده السميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليكم به هذه القدرات المكنونة والجوهرة المنشورة والكون كله يحبه ويمسي في شرور موتها بقرب ظهور إزراق هذا شراس والعيون متشوفة إلى بروج متشوقة إلى التقاط جواهر كنوج وقل دعابة لقريش نطقت بفاتح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هامل حملت في ذلك العام إلى أثر في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولمدت للأرض والسماوات متضمجات بعذر الفرائض باللاقة الأشراف البارية وبرده من علام الخفاء إلى علام الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور
وأظهر الله بالوجود بهجة تكريم وبساطة في العلم الكبير مائدة تشريف التعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف السلام والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وما صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ومجهز الحبيب في السماوات وبنوم الجنب الترحيب أن ترجي إليه على أهل تجدسد سمة الملائكة بتسهيل العالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله فات وقت الذي رتب الله على حدود جزء هذا المولود فانفعوا سبل الكمال من النور عن عمد ورزاق محمد بن الله بالتعظيم والسجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد
صلى الله عليه وسلم عليه. Baru masuk. Dipersilakan yang di luar harap segera masuk. إذا دعوا مسكين أنيبه جبة معجلة وابا أبي وهو أبو سفيق رحيم اليدين ما لأمنه ما أصل ذي أبيه وحيبة القوية الذي لكي منها فرس أبوية من البرية ومن نسل تبعي طائرتكم وتركوا المنازل في ذكر طيبة المجاز وجلسوا المعافل الله أكبر وسلم جمسة سبت المعالية ومن فرد في ملكي وكيات المقام الله به فهذا مضرب من التخليم والتعزي المخلوق الهديم فأسن منهم تسيك أنك أكرام في حزي المقام أكرى السلام على سيدنا أنا بكي جبر مرم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك والتسليم اللهم فسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وامتنانه أكرمنا بنعمة الإسلام أكرمنا بقول لا إله إلا الله أكرمنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يعني سمعنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ini yang mulai ini pertama dia mengucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat atas nikmat yang diberikan kepada kita yang atas kalimat la ilaha illallah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad khairul anbiya wa asyrafuhum wa ahabbuhum ila Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wa afdhalul anbiya wa ahabbuhum ila Allah. Nabi Muhammad itu para anbiya Allah dan afdhalul anbiya wa ahabbuhum ila Allah. Nabi Muhammad itu afdhalul anbiya dan terima kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabi law kana Musa Nabi Musa hayyan لما وسعه إلا اتباعي يعني سيتبع دين النبي لأنه هو الأول نبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي موسى لو أن هذا كان نبي موسى النبي قال لو يعني لو أن موسى حي لو كان يعني موسى موجود في موجود هذا كان موسى رفيع هدوءنا لن يعمل بشريعة موسى سيتبع النبي dan tidak mengamalkan apa-apa dengan ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa qala an-nabi fi akhir az-zaman yanzul Isa min as-sama. Beliau mengatakan di akhir zaman Nabi Isa turun ke bumi. Wa hadha Isa
يمشي على شريعة النبي، ما يعمل شريعة جديدة تبع النبي. نبي سيد مولكوتين جرائي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. Dengan kita bersyukur dan dengan nikmatnya Islam. Kuna qabla yawm. Qabla yawm kuna fil Hind. Beliau Habib Saleh sebelum datang sini, beliau dari India. Mubashara min Hind ila huna. Dari India ke Indonesia. Ila hadzal majlis. Yang sampai majlis ini. Alhamdulillah. Al-ajib annana ra'ayna fil Hind kathir nas يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. Beliau melihat di India itu di kebanyakan di India itu lain selain menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ba'dhum ya'bud hajar. Sebagian menyembah daripada patung. Ba'dhum ya'bud bakar, bakar. Daripada beliau menyembah sapi. Ba'dhum ya'bud fa. Dan sebagian itu menyembah tikus. Ya'budun ba'dhum ya'bud ya'budun asya' kathira. Dan menyembah sebagai selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak di India. Ubadum yani muta'allim. Sebagian itu beliau belajar. Ubadum doktor kabir ala dhabt al mustashfa. Sebagian dokter itu sangat dokter besar di rumah sakit. Profesor. Gelarnya profesor. Walakin ya'bud fa'ar. Lebih menyembah tikus. يعني لما تنظر إلى هؤلاء تقول الحمد لله الحمد لله لم يجعلني عبد بقرة. Kita pada hari ini kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita tidak menyembah selain sapi dan tikus. أنت لم تعبد الله بعقلك. لا توفيق الله هو الذي وفقك. أنت menyembah Allah itu dari karena dari Allah akal Subhanahu wa taala. سبحان الله هذا دين عجيب دين الإسلامي. عجيب. Agama itu sebenarnya sangat sempurna. تستفيد في الدنيا وتستفيد في الآخرة. Dapat faedah dari dunia dan akhirat. ليس في الدنيا في الدنيا فائدة وفي الآخرة. Dunia dapat faedah di dunia akhirat dia dapat faedah. عندما تطيع الله في الدنيا الله يبارك فيك ويبارك في أولادك ويبارك ويحفظك من البلايا. Allah kasih dunia itu dari selamatkan kita keluarga kita anak kita diselamatkan. عندما تطيع الله سبحانه وتعالى تحصل فائدة في الدنيا. في الدنيا قبل الآخرة. Dunia sebelumnya akhirat. بل أنت لما تتصدق صدقة هذه تحصل فائدة في الدنيا. أول شيء الفائدة إيش في الدنيا؟ قال من يقرض الله قرضا حسنا يضاعف له أضعافا كثيرة. أول شيء في الدنيا الله يضاعف لك يعطيك زيادة. Kalau pernah dalam malam di dunia itu Allah kasih pahala yang sangat besar dan Allah bahkan tambah pahalanya tersebut. غير الأجر الذي تحصله في الآخرة. Dan sebelum pahalanya ke sebelum kepada akhirat. أنت تظن الذي يعبدون أن حرائنا في الهند الذي يعبدون الحجر الذي يعبدون البقر تظنهم أنهم لا يتعبون. Sebagian di India itu banyak menyembah sapi dan itu diterima menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. هم عندهم مجالس ينفقون أموال فيها. Lakin semua barang. Semua ada majlis tapi semua menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lakin ما في فائدة. Adapun lakin tapi tak ada faedah semuanya itu. وعندهم صوم يصومون أنا sebagian mereka pada puasa. كنت في المستشفى بعدين في الصباح انا اعطي واحد هديه مكان دكتور لا انا صائم ما شاء الله. Beliau ke rumah sakit ngasih dokter makanan dia bilang puasa saya. صائم وهو يعبد حجر. Jadi puasa jadi menyembah patung menyembah pohon. ما فائده لا فائده في الدنيا ولا فائده في الاخره. Enggak ada faedah dunia dan enggak faedah akhirat. أنتم عندما تصوموا الفوائد التي في الدنيا فوائد في الآخرة عندما تنفقون فوائد الحمد لله. Dan antum semuanya berpuasa dan beramal alhamdulillah Allah kasih pahala semuanya. Amin 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 ya Allah. وهم عندهم حتى نفقات دائمة دائما ينفقون.
حتى السفاري بالعمر دائما ينفقون عندهم. الذي يعمل معصية في دينهم دين باطل لابد أن يخرج فلوس نفقة. إذا أنا عمل خطأ أنظر حرام خرج فلوس هكذا. Jadi kita melakukan sesuatu yang halal, yang haram, jadinya kita melakukan sedekah. Wala faedah fiha. Ada faedahnya semua. Ana din Islami na'bud Allah alladhi khalaqana wa lam yajburna ya'murna an nunfiq idha 'amalna ma'asi wa nahnu kull yawm na'mal ma'asi. Kita bersyukur Allah semata kita menyembah Allah dan Allah cintanya kita subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu na'ish fi na'im da'im. وفائدة من الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kita bersyukur kasih nikmat Islam dan iman. حتى عندما تشتغل شغل الكافر يشتغل دكتور مزارع كل إنسان يشتغل هذا يشتغل هذا يشتغل لابد يشتغل حتى يكسب فلوس نفقة. Semua selain orang Islam seorang kafir aja bekerja semua dapat upah. Muslim يشتغل كافر يشتغل. Muslim itu bekerja kan orang kafir itu bekerja. له أجر في الشغل. هذا يكون رقم مسلم يوم بكرة جاء دبت بحر هذا الله سبحانه وتعالى. قال النبي من خرج في العمل لكي ينفق على أهله فله أجر كأنه خرج في سبيل الله. Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar untuk menafkahi seperti beliau jihad di sabilillah subhanahu wa ta'ala. Ajib, kata Nabi SAW, وفي بضع أحدكم نفقة. البضع يعني إنسان إذا تزوج وجاء جلس مع زوجته مرتاح قال النبي حصل أجر. Kita pernah dulu nikah sama istri kita, kita santai sama istri kita, dapat itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat qalu ajib ya Rasulullah. Ya'ni ana murtah. Wa'adu fi ajr, qala Nabi, "Na'am fi ajr." Sahabat itu terkaget, ya biar saya dapat pahala, ya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli shay ajr. Semua sesuatu yang hal yang baik itu mendapatkan pahala. Lakin يكون نيتك الله سبحانه وتعالى نيتك التقرب إلى الله. يقدم هذه النيات كل كائن يركب على الله سبحانه وتعالى. أما الكفار يقول الله في القرآن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. يقول الله عن الكفار فقدمنا إلى ما عملوا من عمل لهم صوم لهم نفقة قال فجعلناه أباء منثورا يعني من بعيد. Orang kafir itu beli puasa, ada kerja, mungkin tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin muslim tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Maka tapi Islam itu sebuah nikmat dari Allah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa hadha taufiq min Allah, wa wafaqna. Berikan taufiq kepada kita. Warada fil hadith. لو أن أحدا منا ورد في الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا سحب على وجه هذا وجه مسك سحب يعني مسك من رجله وتسحب على وجهه لو أن رجلا سحب على وجهه يعني وجهه بالأرض واحد يسحب من يوم أن خلقنا إلى أن يموت ما وفيت أجر نعمة الإسلام يعني لم أوفي نعمة الإسلام يعني ما وفيتها يعني هذا قليل العمل الذي أنا أعاني قليل لم أحصل ثواب لم أوفي نعمة الإسلام يعني هذا مثلا يعطينا هدية كبيرة لكن هو يعذبنا الله أعطاك هدية كبيرة وهي نعمة الإسلام لو أن الله سحب من وجهك في الأرض إلى يوم القيامة
لن تؤدي النعمة الكبيرة التي أعطاك وهي الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, seseorang laki-laki yang menarik orang seseorang dari mukanya ke kakinya sampai hari kiamat itu tidak mendapat. لن توفي يعني هذا عمل بسيط من مقابل النعمة التي أعطاك الله كبير. يعني الله كسب بار tapi tidak. يعني لا مقابل. أنت مثلا أعطيتنا هدية تمام؟ وأنا أريد أعمل مقابل أعطيك شيء. أنت أعطيتنا هدية أنا أريد أعطيك شيء. لو أنك أنت سحبتنا بوجهك اليوم أنا خلقت لمان أموت يعني أنا في تعب وشفة تعبان شعبي أسحب في وجهي أنا لن أعطيك لم أوفي قدر الذي أعطيتنا أنت الهدية الكبيرة وهي الإسلام. Misalnya, misal kasih hadiah tapi dia tidak bisa membalasnya. Ha. Lau anna rajulan. Seorang laki-laki ya. Suhiba ala wajih. Menarik dari mukanya ke dari asli sekitar ke kakinya. Dari Allah ciptakannya. Ila an yamut. Sampai dia meninggal. Lam yu'addi, yani lam لم يقابل النعمة الذي أعطاه الله الكبير يعني هذا كل الله تدمن نعمة الله yang Allah berikan وهي نعمة الإسلام itu نعمة الإسلام. نحن في شهر رجب ونحن في شهر رجب dan kita di bulan yang bulan Rajab هذا من الأشهر الحرم di bulan ini asalnya haram. الحسنات فيها تتضاعف. kita berbuat baik kita dilipatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثوابها يتضاعف يعني مجلس في رجب ليس كمجلس في جماد اول. kita majlis di bulan Rajab tidak seperti majlis di jumadil awal tidak seperti jumada awal. لماذا؟ لانه هنا في رجب الثواب اكثر. Kenapa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih? Wa ta'mal ma'siyah fi Rajab ithm kabir laysa kamithliha. Di bulan Rajab kita buat maksiat Allah kasih dosa yang sangat besar. Fahadha syahr Rajab syahr al-istighfar. Rajab itu bulannya istighfar. Syahr at-taubah. Ini bulannya taubat. شهر التقرب إلى الله. dan bulan ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. شهر استعداد لرمضان. bulan yang persiapan kita kepada bulan Ramadan. استعداد. لابد استعداد في شهر رجب. بالتوبة استغفار. ابتعد عن المعاصي. kita banyak istighfar dan meninggalkan maksiat. تستعد في رجب. صوم ثلاث أيام في رجب. إذا صمت ثلاث أيام في رجب خميس جمعة سبت يعطيك الله عبادة ثمانمائة سنة sebabnya jadi kita puasa di bulan haram dari hari Kamis Jumat Sabtu Allah hitungan pahala seperti 70,000 tahun 700 tahun. Masya Allah, ada tawaf Allah besar pahala yang ada Allah al-hadaya hak Allah kebira. Punya Allah itu sangat bahaya, sangat besar. Ini ada yang dikasih hadiah besar. Ada rais yang dikasih hadiah kebir. Allah Akbar yang dikasih hadiah akbar. Kita puasa 3 hari untuk kasih pahala yang sangat besar. Rasulullah yang berdurub. Rasulullah sebab Allah mengampunkan dosa kita semua. Allah berdurub wa kullah fi rajab. Semoga Allah mengampunkan dosa kita semua. Awalnya ila hasanat tamat. Semuanya dengan kebaikan akhir hayat kita. Allah menjalankan. Semua Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Barik fi amalina. Kabulkan amal baik dan amal-amal kita semua. Barik fi arzaqina. Dengan rezeki Allah berkat dengan rezeki-rezeki kita semua. Barik fi auladina. Dengan kabulkan dengan anak-anak kita semua. Allah barik fi hadzal majlis. Semua Allah berkat majlis ini semua. Allahumma zid al-hadirin fi hadzal majlis. Allah tambahkan rezeki yang hadir majlis pada hari ini. Ya Rabb, ij'al hadzal majlis mimma yadkhulu
السرور على قلب سيدنا محمد. يا رسول الله سبحان الله مجلس ليس بمدى أرض مسؤول فرحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المجلس تنزل رحمات على هذه القرية كلها ببركة هذا المجلس. والله قد المجلس ليس لك ترني رحمات فرحة سبب مجلس هنا. يا رب العالمين اللهم زد مؤسسين. آمين آمين يا رب. هذا المجلس الأرزاق الواسعة. آمين آمين يا رب. فرحة الذنوب. سد العيوب. كشف الكروب. اللهم اجعلنا مقبلين عليك. آمين يا رب. كما أكرمتنا بالإسلام وزدنا منه. آمين. كما أكرمتنا بالإيمان فزدنا منه. آمين. اللهم لا تحرمنا لذة المناجات ولذة الوقوف بين يديك. اجعل رجاءنا إليك. آمين. وإنسارنا إليك. يا رب العالمين. شرفتنا بالقرب منك يا رب العالمين. آمين. شرفتنا بالسجود لك يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا دين الإسلام. وفر على الإسلام. آمين. وارفعنا درجات المقربين إليك. يا رب العالمين. يا قيوم. يا فاتح الباب. اللهم اكرم الحاضرين بكرم واسع يا رب العالمين. اقض حاجاتهم، بدل سيئاتهم الى حسنات. امين. صرفهم اليك. امين. يا رب اجعلنا من قوم تحب ما يحبونك. امين. برحمتك الواسعه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. امين 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 امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، صل وسلم على سيدنا محمد من الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولما نظم الفكر من ترر الاوصاف المحمديه عقودا توجهت الى الله وتوسل بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه فيه مشكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة توجيه بتوجهات خالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود ظافرة على باب العزه يتخطى الرحال وتغشى منه الهروبات الغامره. توجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عمت رسالته العالمين. صلي وسلم على تلك الذات الكامله استودع امانتك وحفيظ سرك وحامل رعايتك ذواتك الشامله لب الاحمر محبوب لك المخصوص به الشرف الاكبر في كل موطن مواطن القرب ومضار قاسم امدادك بعبادك وساقي كوس ارشادك العلم الهادي سيد الكونين اشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى حضره اضطراره من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم. امين. نتوسل إليك بجانب مقامه الحرم المنهولي أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطهارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك ولا هذا الحبيب غاية أمالنا. فتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين ومن ذرائع اتباع من السالكين العقيم حقه من المؤدين ولهذه من الحافظين. اللهم انا نطمع برحمتك الخاصه ولا تحرمنا وضرونا جميله هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا. امنا برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا اليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمن بما أمن. أن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وعذره وعلى وضاره ومباركة شجره وجدي أولادنا وليدينا. على قدرنا وعدينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعد الرأي تبين الظلم في جميع الأبطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأولياء معمورة معنى المعصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين.
برحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين. وفي شر المعتدين والظالمين وانصر العدل وولاة الحق في جميع الواحد والابطال. واذا امتهد من عندك به ونصر عن المعاندين من النافقين والكفار. واجعلنا يا رب من عز العسير من جميع البلايا. واجعلنا يا رب من عز العسير من جميع البلايا. واجعلنا يا رب بالعز العظيم جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا. واجبنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك القائمين. فاذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين. ثم لنا منك بخير اجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب سامي الارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه من سوء الظن. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الهي بجاه الانبياء والملائكه وبالاولياء اجعل لنا بالاجابه وَجِبْ أَدِيوَهُ
بدني بداري إقامتي عليهم من الموتى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وصحبي لا تنسي صحبي والحب ببد وتني يا رسول الله سلام علي يا ربي عسياني والترجي يا رسول ربي فانفعنا ببركته ودنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي ودرجي بطريقته وموافاته من الفتن يا رسول الله Sebab dikumpul.